فلاش سبور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. بعد الاجتماع الناجح البارح مع سلطة الإشراف مع وزير الشباب والرياضة بالنسبة للحكام، تم الاتفاق على استئناف النشاط البطولة وتعليق الإضراب، إضراب الحكام عن إدارة المباريات وبالتالي بطولة الرابطة المحترفة الأولى. برنامج لقاءات الجولة الخامسة ذهاب ثابت بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع، وستدور إن شاء الله مباريات هذه الجولة وفقا للبرنامج التالي اللي وقع تنقيحه البارح وتعودنا بها الحقيقة، التغييرات المتتالية على مستوى برنامج المباريات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. البرنامج سيكون نهار السبت يوم الغد 19 أكتوبر ماضي 3، شبيبة الرياضية بالعمران تستضيف الاتحاد المنسيري، نادي البنزرتي النجم الرياضي بالمتلوي، وفي 5:30 مساء في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الإفريقي في مباراة الكلاسيكو يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. مباريات بقية المباريات تدور يوم الأحد 20 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3 ظهرا. كل المباريات بالنسبة لنهار الأحد، النجم الرياضي الساحلي يستضيف الملعب التونسي، المستقبل الرياضي بجابس، المستقبل الرياضي بسليمان، القوافل الرياضي بقفصة، الأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي ببنجردين، اتحاد تطاوين، والمباراة التي كانت مبرمجة ليوم السبت تصبح مبرمجة ليوم الأحد 20 أكتوبر في المركب الرياضي بجرجيس ماضي 3، الترجي الجرجيسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. في بطولة الرابطة المحترفة الثانية البارح بعد أخذ ورد وانتظار طويل وطال الانتظار وانطلقت المباراة تقريبا في حدود الساعة الرابعة، مباراة الجولة الافتتاحية بالنسبة للمجموعة الأولى التي جمعت الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بسبورتينغ المكنين، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. الحقيقة نهاية المباراة كانت في ظروف صعبة، علاش؟ لأنه ما فماش إضاءة في ملعب منزل بورقيبة مع انطلاق المباراة كما قلنا في وقت متأخر، لأنه الكل كان ينتظر وصول طاقم تحكيم المباراة لإدارة المباراة، وأكيد بعد كما قلنا الاجتماع الناجح في وزارة الشباب والرياضة الحكام عادوا لإدارة المباريات. المهم كما قلنا الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة في مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 مع سبورتينغ المكنين. بقية مباريات المجموعة الأولى بالنسبة لهذه الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، نهار السبت يوم الغد جمعية أريانا الأمل الرياضي بحمام سوسة، هلال مساكن نادي حمل الأنف، القلعة الرياضية النجم الراسي، مكارم المهدية النادي القربي، مستقبل وادي الليل، المستقبل الرياضي بالمرسى، ويوم الأحد 20 أكتوبر جمعية مجرين جندوبة الرياضية. وبالنسبة للقاءات المجموعة الثانية غدوة في البرنامج السبت زوز مباريات، تقدم الرياضي بساقية الدائرة، النصر الرياضي بجلمة، والملعب الجابسي الأمل الرياضي بجربة ميدون. نهار الأحد بقية المباريات، أولمبيك سيدي بوزيدة للهلال الرياضي الشابي، مستقبل قصرين سكك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة، البعث الرياضي ببو حجلة، الشبيبة الرياضية القيروانية تستضيف الهلال الرياضي برديف، والكوكب الرياضي بعقارب يستضيف الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين. من أخبار كرة القدم إلى أخبار كرة السلة، البارح كان الموعد مع لقاءات الجولة السادسة ذهاب من بطولة البرو أ، البطولة المحترفة. النادي الإفريقي يعود بانتصار ثمين أو ينتصر في الحقيقة على النجم الساحلي 60-53، والنادي الإفريقي بفضل هذا الانتصار ينفرد بصدارة ترتيب البطولة، بطولة كرة السلة بعد 6 جولات. بقية النتائج، الدالية الرياضية بالجرومبالية تنقاد للهزيمة أمام الاتحاد المنستيري 61-68، النجم الراسي هو الآخر ينقاد للهزيمة أمام نجم حلق الواد 70-90، فوز الشبيبة القيروانية على شبيبة المنازه 81-60، وهزيمة نادي كرة السلة بالمهدية أمام ضيف اتحاد الأنصار 70-74. النادي الإفريقي في الصدارة 12 نقطة، شبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري لكل فريق 11 نقطة، نجم الساحلي 10 نقاط، نجم حلق الواد 6 نقاط، النادي كرة السلة بالمهدية 8 نقاط، كذلك شبيبة المنازه واتحاد الأنصار لكل فريق 8 نقاط، ثم الدالية الرياضية بجرومبالية 7 نقاط، والنجم الراسي في المركز 10 ب6 نقاط. في كرة اليد، الامتياز للجمعية النسائية بالساحل في بطولة افريقيا للأندية أكابر وكبريات التي تدور فعالياتها هذه الأيام بالمغرب. الجمعية النسائية بالساحل البارح فازت في مباراة دور ربع نهائي على نادي النواصر المغربي 28-26، وبالتالي تتأهلنا للدور النصف النهائي اللي باش يجمعهم بنادي أوتوهو. بالنسبة للجمعية النسائية بالساحل، والدور النصف النهائي الثاني على مستوى السيدات سيجمع الأهلي المصري ببيترو أتليتيكو
الأنغولي على مستوى الذكور، نصف نهائي أول سيجمع الزمالك المصري بالأهلي وفلاورز بمونتادا. الدورة النصف نهائي لهذه البطولة الإفريقية للأندية الأبطال سيكون يوم الجمعة 18 أكتوبر، يعني اليوم، بالنسبة للأدوار النصف النهائية. في انتظار تحديد توقيت المباريات، نذكر وأن الجمعية النسائية بالساحل بتواجه اليوم نادي أوتوهو على مستوى نصف نهائي سيدات بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. دائما مع أخبار كرة اليد، لكن هذه المرة مع المنتخبات الوطنية. المنتخب الوطني التونسي الذي أنهى البارح الجزء الثاني والتربص التحضيري الثاني الخاص باللاعبين المحليين اللي ينشطوا في البطولة الوطنية استعدادا لمونديال كرة اليد اللي باش يدور فعاليات جام في القادم في الدنمارك. منتخبنا الوطني التونسي سيدخل في وسيشارك في دورة دولية ودية في الكويت شهر نوفمبر القادم بمشاركة ثلاثة منتخبات: المنتخب الكويتي، منتخب المنظم لهذه البطولة، منتخبنا الوطني التونسي، ومنتخب الرأس الأخضر. كما قلت، بطولة ستكون في إطار استعدادات منتخبنا الوطني التونسي لنهائيات كأس العالم في الدنمارك جام في 2025. البطولة هذه سيشارك فيها اللاعبين المحترفين. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي غابوا عن التربص الفارط والتربص الثاني اللي انتهى يوم الأمس، بالنسبة للاعبين المحليين نذكر إصابة اللاعب محمد أمين درمول على مستوى الركبة بالأربطة المتقاطعة، وبالتالي للأسف غيابه عن منتخبنا الوطني التونسي في هذا المونديال. على مستوى الكبريات، منتخبنا الوطني التونسي للكبريات هو الآخر يواصل استعداداته لبطولة إفريقيا بالكونغو الديمقراطية من 25 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2024. منتخبنا الوطني التونسي سيشارك هو الآخر للكبريات في دورة دولية بفرنسا من 20 إلى 26 أكتوبر. في أخبار الكرة الطائرة، التوجه نحو تأجيل موعد انطلاق بطولة الكبريات للكرة الطائرة اللي كان من المفروض وأنه يكون يوم الغد السبت 19 أكتوبر، والسبب هو عدم جاهزية أغلب القاعات لاحتضان المباريات. الاتحاد العربي للكرة الطائرة يعلن عن موعد البطولة العربية للأندية اللي باش يكون 2025 جام في 2025 من 13 إلى 26 جام في قطر. قطر هي اللي باش تستضيف هذه النسخة، وآخر أجل لتقديم الترشحات وأكيد المشاركة بالنسبة للأندية العربية سيكون يوم 3 ديسمبر القادم. في المقابل، الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة فتح باب الترشح لاستضافة البطولة الافريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة وسويح لليبيا بطل العرب في آخر نسخة اللي دارت فعاليتها بالأردن. فريق السويح لليبيا اللي كان يدربه المدرب التونسي مهدي شويخ، طبعا مهدي بشيخ، السويح لليبيا قدم ترشحه لاستضافة البطولة الافريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة. أخبار مدربين خارج حدود الوطن، مهدي النفطي البارح نادي الخور القطري أعلن رسميا تعاقده مع المدرب التونسي مهدي النفطي لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة القادمة خلفا للمدرب السابق عبدالله مبارك. نذكر وأن نادي الخور يحتل المركز الثاني عشر والأخير في ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط، وسيواجه اليوم الريان القطري في أول مباراة ممكن نشوف فيها مهدي النفطي ممكن مع فريق الخور القطري. نقطة نهاية أخبار الرياضة، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور.